السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بالخير يا إخواني وأخواتي اللي بتابعوني في سلسلة فيديو معلومة خاصة بنباتات الزينة. إن شاء الله تناولنا هذا الموضوع مسبقا، وهو تربية النباتات اللي داخلية في المية أو في المحاليل المغذية. كلمة المحاليل المغذية إن إحنا بنضع النبات في المية وبنحط له سماد بس مش أكتر، مع مبيد فطري، يظل النبات ما شاء الله شغال في الدورة الزجاج اللي إحنا حاطين في النبات، وبتخرج الجذور وما بيبقاش فيه أي مشكلة. طبعا في عدد من النباتات ينفع في الدوارق اللي فيها المية ويشتغل معاك على طول، ما فيش فيه إشكالية. جنس الأجلونيما كله بدون استثناء ممكن إن شاء الله يشتغل. جنس الديفنباخيا، ما عدا الديفنباخيا تروبيك، ما ينفعش نشيلها من تربة بيتمس ونحطها في المية، لا، ممكن نربي العقلة من بدايتها في المية. نبات الزاميوك القاسو أيضا يشتغل في المية، شايفين هنا الجذور، يعني حتى في نمو جذري خرج فيه المية. يعني عايزين نقول ان في كم كبير او عدد كبير من النباتات الداخلية تنفع تشتغل في المحاليل المغذية وما فيش فيها اشكالية خالص. الاسباسي فيلم، الانتوريوم، الهيدرا، البوتس، السنجونيوم، الزامية، الاجلونيما، كم كبير من النباتات ممكن تشتغل في المحاليل المغذية ما فيش فيها اشكالية والنبات بيجود بصورة جيدة. نكمل إن شاء الله جولتنا في المشتل ونتفرج على النباتات مع بعض كده، ونعتبرها إن شاء الله جولة. يعني طبعا شايفين هنا نباتات البامبو لاقي. طبعا البامبو لاقي بيتربى بأكتر من أسلوب وأكتر من طريقة. شايفين الفلانجم أو كلوروفايتم. طبعا تناولنا الجاردينيا في الفيديو. طبعا دي الديفنباخيات بقى اللي احنا بنقول ممكن تربيتها في المية من غير مشاكل. طبعا الجزمانيا والفريزيا يمكن ايضا تربيتها في المية ومفيش فيها مشكلة. الكلاتيا ايضا ينفع تربيتها في المية. الاسباسي فيلم والانتوريوم. الكوردالين الاحمر والاخضر يمكن تربيته في المية زي البامبو. الاسباسي فيلم عريض الاوراق ايضا يمكن تربيته في المية. طبعا ده الانتوريوم الكبير اللي احنا بناخد منه الازهار بتاعته للقطف، وايضا هذا هو الاسباسي فيلم الحجم الكبير او الشراع، ده اكبر حجم يعني موجود من الاسباسي فيلم، وده ايضا الحجم الكبير الموجود من الانتوريوم. مجموعة من العصاريات الورقية الجميلة. طبعا الجمال في العصاريات يعني تعدد الالوان وتعدد الاشكال. هذه النعم يعني اللي ربنا انعم بها على الانسان، يعني ليتمتع بالجمال الفائق يعني والروعه الجميله في تعدد الوانها. يعني جنس الاشيفيريا والورقيات العصريه ما شاء الله جنس يعني كبير ومتنوع، مع كريسيولات كمان بتكون جميله جدا. هذا الجمال الراقي يعني ما شاء الله، الصبارات الشوكية، السنجونيوم أيضا يا جماعة ممكن نربيه في المية ما فيش فيه إشكالية خالص، نبات جيد جدا. المرنت ايضا يمكن تربيتها في المية. الاوركيد محب جدا للمية، لكن للأسف كتر المية ممكن تعفن الجذور، يمكن تربيته في التربة الخاصة بيه. واحنا عايزين نشوف دلوقتي التربة الخاصة، لان كتير من اخواننا سألونا عن التربة الخاصة. شايفين يا جماعة الخشب، الخشب او الطحالب هي اللي يمشي فيها الاوركيد. كل التربة زي ما حضراتكم شايفين خشب، أجزاء من الخشب دي تربة الصالحة للأوركيد. أنا ما بحبش المية، يعني ما ينفعش الزرع في البيتموس، وإن الزرع لابد إن إحنا نجفف التربة جدا. يعني طبعا الكلانشو شايفين هنا روعة الأوركيد، يعني في أسلوب التربية بتاعه
لما بيتربى بهذا الشكل الراقي الجميل. كمان لما نيجي نروي الأوركيدة يا جماعة نحط المية أسفل الحاوية، يعني نحط مية في مكان وبعدين نحط فيها الحاوية، هي تشرب المية من تحت لفوق بالخاصية الشعرية بدل ما يحصل عفن لقرص الساق اللي عند الأوراق. يعني شايفين هنا الأوركيدة يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا. طبعا يا جماعة الألوان دي رملة ملونة بيتعمل بيها ديكورات، ان احنا بنحطها في دورة ازاز بدرجات معينة وبرسومات معينة وبنزرع فيها مثلا صبارات او كده، بتبقى رائعة. يعني شايفين هنا كمان الاجلونيمة متربية في المية هنا، شايفين يعني واضحة جدا هنا كمان اهيت. فالاجلونيمة من نباتات الجميلة جدا، دي الاجلونيمة سيلفر جميلة جدا، كوين، الاجلونيمة كوين جميلة جدا في التربية في المية. طبعا دي الدوارق الزجاجيه اللي احنا بنقول ممكن نتعامل فيها مع الرمل الملون بطبقات مختلفه ومتداخله، بتبقى جميله جدا، وبنزرع فيها فيتونيا، نزرع فيها صبارات، حاجات جميله جدا. طبعا اشكال بقى من البامبو، تناولنا البامبو في شرح مبسط مسبقا. البوتس طبعا دراسينا كومبكتا، البوتس طبعا مقاسات في الاستيكات يعني وكده، فبتكون جميل جدا في التربية المنزلية. كروتون، كروتون يا جماعة أحسن حاجة ليه إضاءة نصف ظل، يعني ولا هو ظل ولا هو نصف ظل، يعني ولا هو ظل ولا هو خارجي قوي، يعني يشتغل نصف ظل بالنسبة اللي عايز يربيه داخلي، أما اللي عايز يحطه في الشمس فطبعا ممتاز يعني في التربية، لكن نقل المية عنه. وانا بتجول مع حضراتكم بين النباتات النهارده بعد ما شرحت جاردينيا، ان شاء الله يعني في فيديو تاني نتناول احد النباتات. اللي عنده سؤال عن اي نباتات سواء تناولناه مسبقا في السلسله او ان احنا نتكلم عنه تاني او في التعليقات، اهلا وسهلا طبعا بحضراتكم. طبعا جنس الدراسينا من اجمل انواع نباتات الزينه، وجنس كبير ومتنوع راقي جدا في الاستخدام الداخلي. كل نباتات الزينه بصراحه الداخليه من النباتات الرائعه في التنسيق الداخلي، اهم شيء ان احنا نديها الظروف المناسبه ليها، نديها التسميد، نديها الري، ان شاء الله يبقى معانا نبات داخلي ممتاز في التربيه داخل المنازل. اهم شيء في تربيه النباتات الداخليه ان انا اضع النبات بدايه يعني في الاضاءه المناسبه للنمو الطبيعي بتاعه، كده ان شاء الله اقدر يعني يقدر النبات يستمر معايا في النمو بصوره جيده. بعد كده نوليه بالري والتسميد، يبدا النبات يستجيب للمعاملات اللي انا بتعامل بيها معاه، يبدا ان شاء الله ينمو وينشط. طبعا نبات ده الموناليزا يعني او الاحمر الشفاء، كل الناس يعني بتسالنا عنه وبتحبه، ان شاء الله هنعمل عنه فيديو ان شاء الله، يمكن الفيديو القادم ان شاء الله نتناول نبات الموناليزا. طبعا نبات البوتس الشعبي هو في البيوت العربيه يعني بيتحمل كل شيء. الهيدرا دي جميله جدا في التربيه الداخليه والنصف الخارجيه، وتنفع ايضا في الميه تبقى ممتازه. مجموعة من شجيرات البونساي، أشجار متقزمة. دي زهرة الدفندخية يا جماعة، عشان الناس اللي عايزة تعرف زهرة الدفندخية، دي زهرة الدفندخية، دي كمان هتفتح زهرة. طبعا نبات الزاميو قلقاسه بروعته وجماله. كده ان شاء الله نكون تناولنا فيديو في جولة مع النباتات الداخلية،
واي استفسار عن النباتات الداخليه اهلا وسهلا بحضراتكم، والسلام عليكم.